انا سعيد على كل يا الاهلاويه رب يا وجمهور رب ان النادي شاء الاهلي. الله باذن الله. فالطله في البدايه لما تطلع النهارده يوم 10 سبتمبر ان شاء الله باذن الله ويكون ان شاء الله في لقاء في نهايه مايو او اول 6 يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. منتظرين بطوله ان شاء الله كبيره، ربنا يوفق الاهلي السنه دي باذن الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله. وكل المؤشرات اللي سمعناها مؤشرات ممتازه جدا جدا. جهاز فني جديد، اي نعم الاهلي بيتعامل لاول مره مع مدرسه سويسريه، ولكن يعني كل المؤشرات بتقول ان المدرب متميز جدا جدا. اللعيبه كلها على قلب رجل واحد من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي. مسانده كبيره جدا كالعاده من مجلس اداره النادي الاهلي بقيمه اسماء كبيره جدا، على طبعا كابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك حاجه، كابتن محمود الخطيب له دور وفضل كبير عليا، هو يمكن نسيه. في 2002 او 2001 كنت لسه معلق مبتدئ في النيل الرياضي، طلبوا مني ان انا اروح عند كابتن محمود الخطيب. كان عامل حفله ليوم الايتام وجايب 50 او 60 يتيم، عامل لهم تكريم ليهم، وطلبوا مني في النيل الرياضي ان انا اروح اغطي الحفله ديت واعلق على الماتشات واكون صاحب، اعمل مذيع، اكون مذيع. فرحت عند كابتن محمود الخطيب وقعدت معاه تقريبا نص يوم وعلقت على ماتشاته، علقت مع كان بيلعب مع الشباب والاطفال الايتام، وقعدت اتكلم معاه واتكلم مع الايتام دول وهم بيلعبوا وعلق على الماتشات، وعملت تقرير لمده 30 دقيقه في النيل الرياضه. التقرير ده كان نقطه تحول كبيره جدا في مشواري. كان ساعتها في 2001 تقريبا عمري ما علقت على مباراه لايف، ولما شاف التقرير ده ان انا اشتغلت فيه وتعبت كتير جدا فيه، ان انا رحت حتى مع مخرج المباراه سجلناه. انت حضرت المونتاج؟ قعدت معاه لان كان مهم جدا مع الخطيب. مع الخطيب بيبو، فاهمني؟ انا قاعد مع الخطيب، انا بتكلم مع الخطيب، انا في مكتب محمود الخطيب، انا باكل مع محمود الخطيب. فبالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا جدا. فمن كتر ما كنت مهتم جدا بالتقرير ده، انا رحت وقعدت روحت بيتي الساعه 4 الفجر يوميها. والحمد لله التقرير ده طلع على النيل الرياضه 27 دقيقه باراء الاستاذ الفاضل طبعا حسام الدين فرحات والاستاذ الفاضل عبد الفتاح حسن. قالوا التقرير ده يعني كان بامتياز، وادوني مكافأة. المكافأة كان بعديها بأربع أيام مباراة تاريخية، مباراة قمة، الإسماعيلي والأهلي في إسماعيلية. بفضل تقريري عن الكابتن محمود الخطيب وعلاقته مع الأطفال الأيتام اللي كانوا موجودين معاه في تلك الحفلة. صوتك وتأثيرك و والله العظيم. يعني شوف الفضل إن أنا آخد مباراة، والمباراة دي يتفرج عليها استاذنا الفاضل استاذ علي داوود، كان ساعتها مدير قنوات الاي ار تي الرياضيه، وسمعني في الماتش ده، والماتش ده اللي خلاني اروح الاي ار تي. فضل ربنا كبير. فضل ربنا كبير. طبعا طبعا. فالحمد لله، الحمد لله والشكر لله يا رب. وقفت قدام كاميرا قبل كده؟ انا ده الاختبار الاصعب في الاي ار تي.